بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده عايزين نتكلم مع بعض على قانون التصالح. القانون ده عامل لغط كبير وعامل مشاكل شويه في حول تفسيره، والمشاكل يمكن الساده القانونيين الافاضل فاهمين ان المشاكل جايه من نقطتين، جايه من نقطه سرعه تنفيذ القانون ومن نقطه عدم وعي الموظف الاداري بحالات القانون ايه، لان في امور كتيره جدا جدا الموظف الاداري ما بيبقاش عارفها نظرا لقصة القرارات، وكل يوم الدولة بتطلع قرار في القانون ده. يعني لو بدأنا القانون ده بدأ ازاي؟ القانون ده بدأ في صدر في 8/4/2019، وصدرت اللائحة التنفيذية بتاعته خلال 3 شهور، وبعد كده تم تعديل القانون في يناير 2020، وبدأت العمل باللائحة التنفيذية بتاعته في 1/4/2020، تمام؟ وقالوا انه نقعد نقدم الطلبات لمدة 6 أشهر، يعني ينتهي القانون في 30/9. انا النهارده بخاطب قانونيين وبخاطب ناس ذو وعي قانوني، ما بنتكلمش بشكل، انا شايف ومش انا القانون الصح ان هذا القانون ينتهي العمل به في 27/12/2020 وليس في 30/9 زي ما الدوله قالت ومدت. احنا الدوله كمان مدت شهر كمان بقى اكتوبر، لكن الصح بتاع القانون انه ينتهي في 27/12. ليه بينتهي في 27/12؟ لان السيد رئيس مجلس الوزراء طبعا طلع اللائحة بتاعة القانون ده في 1/4/2020. دي لائحة صادرة بتقول انه يعمل به من اليوم الثالث لصدور اللائحة اللي هو كان يوم 31 يبقى في يوم 1/4 وينتهي في 30/9. بعد كده في 27/6 رئيس الوزراء طلع قانون، اسف، طلع قرار رئيس مجلس الوزراء بإني تعتبر الفترة من 17/3/2020 حتى 27/6 فترة وقف لكل المواعيد، وكل المواعيد اللي تم النص عليها في القوانين المختلفة وفي القرارات. فبالتالي احنا الفترة اتجمدت عندنا في الفترة دي من 1/4 دي فترة وقف لغاية 27/6. فبالتالي لو احنا، عشان احنا ناس بتاعة قانون، يبقى القانون ده يبدأ العمل به من 27/6/2020 ينتهي في 27 أو 26/12/2020. فدي حتة طبعا يعني المفروض الدولة كانت تاخد بالها منها فيها، ولكن احنا هنتكلم في ان الدولة مدته شهر كمان بعد 30/9، مدته ل 30/10. القانون ده حذر او قال يجوز التصالح على كل مخالفات البناء طبقا لقانون 119 لسنة 2008. ده نزل في القانون 17 لسنة 2019، ولكن تم تعديله في القانون 20 في القانون سنة قانون الجديد في 2020، وقال ايه؟ يجوز التصالح على كافة مخالفات البناء في كافة القوانين. فالحتة اللي عاملة لغط ان بعض الناس بتقول لك لا ده كانت لغاية 2008. لا، 2008 ده كلام محترم جدا وكلام صادر من اي حد قانوني سليم، ولكن تم تعديل ففتح كل المواعيد، فتح ان يجوز التصالح على كافة القوانين، فاصبح فكرة 2008 فكرة غير موجودة. لو كان ما تعدلش هذا الامر في 2020 كنا هنقول ان اللي عامل مخالفة في 2007 ما يجوز التصالح عليها، لان قانون البناء صدر في 2008 وهو قال في القانون 19 سنة 2017 انه يطبق مخالفات البناء الصادرة في قانون 119 سنة 2008. في التعديل فتح كل القوانين، قال ايه؟ يجوز التصالح باستثناء الـ8 حالات، يجوز التصالح على كافة مخالفات البناء الصادرة طبقا لكافة قوانين البناء المعمول بها في الدولة. فإذا فتح كل المواعيد، فعشان الحتة دي برضو عاملة بعض اللبس. وقال ايه؟ ان القانون بعد 8/4 لو انت جيت تبني بعد 8/4/2019 وحصلت لك مخالفة بعد التاريخ ده خلاص مفيش تصالح. ليه؟ لان القانون قال ايه؟ يجوز التصالح على كافة المخالفات اللي تمت قبل صدور. فاذا اي مخالفة
بعد 8/4/2019 احنا لا يجوز التصلع عليها. طيب يجي واحد يقول ايه؟ امال في مخالفات جايين بتتكلموا على الاراضي الزراعيه، الاراضي الزراعيه كان ليها نص خاص، لان احنا زي ما اتفقنا ان في 8 حالات هم لا يجوز التصلع عليها، منها الاراضي الزراعيه باستثناء حالات. باستثناء طبعا ما ورد في قانون 119 بانك بتبني ارض او ملحقات يعني بتبني بيت صغير للمساحه طبقا للي وارد في قانون 119، وقالوا يشترط كمان انك تكون باني في ارض في القانون الاولاني اللي هو 17 قبل ما يتعدل، قالوا ايه؟ للاماكن الزراعيه المتخمه للارض الزراعيه، يعني ايه؟ الملاصقه المأهوله بالسكان واللي فيها المرافق، يعني ما اجيش الاقي واحد بني بيت في حته كلها زراعه. لا، القانون قال المتخمه الملاصقه، يعني لقينا العمران مشي 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 وبنيت انا بعد العمران بيت ملاصق المتخمه. جه القانون في التعديل قال ايه؟ القريبه، فوسعها شويه، يعني مش الملاصقه، في فرق بين القريبه وفي فرق بين الملاصقه. فالحمد لله وسعت شويه عشان اللي عايز يقدر يتصالح يقدر يتصالح. بشرط ايه بقى؟ بشرط انك تكون داخل ضمن التصوير الجوي اللي تم في 22/7/2017. فاذا انا لما اجي اتكلم مع موكل او عميل او حد كقانوني، لو ارض زراعيه بنتصالح فيها لازم تكون متصور جوي في التصوير الجوي اللي تم في 22/7/2017. اما لو ارض بناء فاحنا بصدد 8/4/2019. طيب ايه المستندات اللي اقدمها انا كراجل عندي تصالح؟ القانون قال يجوز لكل صاحب صفه او صاحب مصلحه، مش ضروري يكون صاحب العماره عشان اقدم المستندات. لا، حضرتك النهارده اشتريت مني، انا صاحب عمارة اشتريت مني، فمن حقك حضرتك تقدم الطلب حتى لو معاك عقد. طيب ايه المستند اللي احنا بنقدم صفاتنا اللي هو عقد البيع اللي بيني وبينك او عقد ايجار، ما انا ممكن اكون مؤجر من حضرتك 59 سنه، فمن حقي ايه؟ ان انا اتصالح. كل من له مصلحه في التصالح فليتقدم بالتصالح، مش ضروري يكون هو مرتكب المخالفه، لان مرتكب المخالفه ده موضوع لوحده. دي بالنسبة مين هم اللي ليهم حق التصالح. طيب هل يجب ان انا اكون معمول لي مخالفة؟ لا لا، ما حدش قال، القانون ما قالش. طب انا جبت منين الكلام ده؟ جبته والقانونيين هيفهموا كويس جدا ايه الكلام اللي انا بقوله ده. النهاردة لما طلبوا مننا ورق في التصالح قالوا ايه؟ قالوا حضرتك تجيب ما يفيد انك مقدم انك باني قبل 8/4 بايه؟ لو عندك محضر مخالفه. طيب ادي محضر مخالفه، يبقى كده القانون بيقول لازم يبقى عندك محضر مخالفه او عقد ثابت التاريخ، يعني انا مأجر منك بعقد قديم، كنت بأجر الشقه دي ايجار وثبت تاريخها المستأجر عندي وكان ثابت تاريخها. اذا لو عقد ايجار او معايا مرافق موصلها قبل 8/4/2019 او عامل دعوة صحة التوقيع بتاعتي وثابتها قبل 8، اذا كل الحاجات دي بالضرورة يبقى كده القانون ما اشترطش ان يبقى في محضر معمول مخالفة، لان لو في محضر كان هيبقى خلاص. لكن لما يقول لي قدم الورق ده يبقى بالتالي ما فيش محضر، يبقى هو فتح الباب لكل المخالفات. تمام؟ فدي حتة برضو بنتسأل فيها كتير، هو لازم يبقى معمول لمحضر او مش معمول لمحضر. الورق زي ما اتفقنا ان حضرتك بتقدم ما يفيد صفتك، صورة بطاقتك، رسم الجدية اللي هو لا تقلف في القانون الجديد ولا القديم، ده قرار رئيس مجلس وزراء او قرار دولة. تمام؟ بتقدم مع الورق ده ما يفيد ان المخالفه تمت قبل 8/4، زي ما قلنا يا اما محضر المخالفه يا اما ورق يثبت دخول المرافق او عقد بيع. طب ما فيش ولا حاجه زي دي، انا كنت ببني يوم 31 مارس 2019، لا لحقت ادخل مرافق ولا لحقت ادخل اي حاجه، طب اعمل ايه في الحاله زي دي؟ طيب وما جاش حد فعلا عمل لي مخالفه،
بنروح نجيب حاجة اسمها شهادة كربونية من مركز بحثي أو من كلية من كليات الهندسة تقول إن المبنى ده تم قبل 8/4، والشهادة دي بتفيد إن المخالفة تمت وبنبدأ نتصالح. اتصالحنا، قدمنا الورق بتاعنا، قدمنا المساحة اللي احنا بنتصالح عليها، بنحدد السعر طبقا للقانون واللائحة. طيب الأسعار بتتحدد زي ما اتفقنا بلجنة بيشكلها كل محافظ بيحدد فيها الأسعار الخاصة بالمحافظة بتاعته والشوارع بتاعة المحافظة بتاعته والمناطق حسب كل منطقة وطبيعتها، المناطق المرتفعة اجتماعيا وتجاريا واقتصاديا بيبقى لها سعر غير المناطق المنخفضة أو الأقل في هذا الأمر. تمام، بنعمل بتنزل اللجنة بتعاين المناطق وتحدد السعر. خلاص السعر اتحدد. طب احنا لما نيجي ندفع بندفع ازاي؟ عندنا اربع طرق للدفع او اربع معايير او اربع نسب. ادفع 100% من قيمة المخالفة المتحددة اذا كنت باني بدون ترخيص هو مخالف للاشتراطات البنائية. طيب باني بدون ترخيص ومتفق مع الاشتراطات البنائية ادفع 50%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش عايز ادخل في كلام هندسة لان احنا بتوع قانون، ولكن هنقوله على سبيل التوضيح. يعني انا باني في المهندسين بدون ترخيص، الشارع ده بيقول ايه؟ ان المفروض اسيب 3 متر من كل جانب واسيب من ورا واطلع مرة ونص عرض الشارع. انا التزمت بكل الشروط دي بس ما رخصتش. هنا لما يجي يحاسبني على المخالفة ادفع 50%، ما ادفعش 100% منها. ناخد بالنا من الجزئية دي. طيب اللي لو طبعا مخالف الشروط ومخالف بدون رخصة بدفع 100%. طيب لو بغير الاستخدام في منطقة لها مخطط تفصيلي بدفع 100%. طيب لو بغير الاستخدام في منطقة ما لهاش مخطط تفصيلي بدفع 50%. طيب في ايه تاني؟ في ان لو خالفت الرسومات الهندسية الانشاء والمعماري بدفع 15%. يعني ايه رسومات هندسية؟ يعني مثلا انا ما عنديش اي مخالفة بس الدور كانت الجهة الادارية مدياني الدور على شقتين، انا عملتهم شقة واحدة وفتحتهم، انا كده خالفت الرسومات الهندسية. ده بالنسبة للرسومات الهندسية. اخر حاجة لو بتبني سور على ارض فاضية فبتدفع 15% طولي. طيب الكلام ده اللي المفروض تدفع. خلاص انا عرفت هدفع كام وطلعت قرار المحافظ وعرفت ان المتر في المنطقة دي يساوي 1000 جنيه، فبضرب المساحة في 1000 واشوف انا نسبة 15 ولا نسبة 10 ولا نسبة 5، لان الانشائي 10 والمعماري 5. تمام، الاتنين مع بعض 15، او اشوف انا 50% واضربها في المساحة واروح ادفع عليها الجدية. تمام، بعد كده بعد ما ادفع الجدية واقدم الورق واقدم رسوماتي الهندسية والدولة في التعديل الجديد عافت من المواطن من تقديم التقرير الهندسي اللي بيثبت سلامة المبنى وصلاحية المبنى، عافته منه يقدمه في الاول، ولكن قالت لو اللجنة نزلت اللي بتعين، لان كله لازم ينزل له لجنة. يعني حضرتك بعد ما تقدم الطلب المفروض اللجنة تنزل في مواعيد طبعا ذكرها القانون، انا شايف انها استحالة تتنفس، انها كلها مواعيد شهر وانك ترد عليك طبعا احنا ملايين فمش هتتنفس القوانين. فسلامة التقرير الانشائي ده القانون قال ايه؟ ان اللجنة من حقها لما تنزل تعاين تطلبه لو شافت انها عايزاه، لكن شافت ان المبنى ما فيش اي خطورة عليه، دي حتة هندسية المبنى هتطلبه ومن حقها لما تطلبه انك تقدمه لها في اللحظة دي. فقالت للناس ما تجيبهوش دلوقتي تسهيلا على الناس، زائد شالت من التقرير انه يكون معتمد من نقابة المهندسين، اكتفت بانه مهندس بس يعتمده بدون اعتماده من النقابة، عشان كانت النقابة بتاخد مبالغ كبيرة شوية في الاعتماد. طيب بعد ما اللجنة نزلت وعينت ممكن اللجنة تيجي تقول لك انت طلبك مرفوض او تقول لك طلبك بكذا، فمن حقك القانون اداك حق انك تتظلم
وانا شايف ان هو ده شغل المحامين بعد كده الفترة اللي بعدها. تتظلم من حاجتين، من رفض طلب التصالح لانك مش منطبق عليك شرط من شروط التصالح، او تتظلم من السعر. في يبقى من حق حضرتك خلال بقى في مواعيد هنا لازم نلتزم بيها، خلال 30 يوم من اعلانك برفض طلب تصالحك او قبول الطلب وان اتقدر عليك مبلغ كذا، خلال 30 يوم يجب انك تتظلم للجنة المشكلة من مستشار رئيسها، مستشار في مجلس الدولة، واربع مهندسين. فانك بتتظلم خلال 30 يوم من اللجنة دي، وبعد التظلم ده يجب ان تبط اللجنة في طلبك خلال 90 يوم. طب لو عدوا 90 يوم القانون قال يعتبر طلبك مقبول، لو لم تبط اللجنة خلال 90 يوم في الطلب ده اعتبرنا طلبك مقبول. فانا شايف ان المحامين دورهم جاي في الحتة دي، في الطلبات التظلم والقصة دي، وان شاء الله يعني يبقى لنا تفصيل فيها في حلقات تاني اللي هنعمله بأمثلة محددة على اساس ايه هنطعن ازاي، ودي تنفع ودي ما تنفعش، وهم خدوا القرار ده غلط وما خدوش القرار غلط. احنا عايزين نساعد اصحاب المهنة المحترمة لانه ده شغلهم، واي امر هيجد في القرارات الجديدة هنتابع معاكم بيه ونبلغكم بيه. ارجو بس ان انا اكون اشرت كده سريعا وعملت ملخص سريع للقانون، واي استفسارات طبعا انا اتشرف ان انا ارد بيها على الزمايلنا المحترمين وعلى اي حد بيسمعنا. وان شاء الله ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني في تفاصيل التظلم وما يستجد من قرارات حوالين قانون التصالح. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.